في التوزيع أول وجبة فائزة من مسابقة زين الكبرى، تضمنت الفائزين بالجائزة اليومية وقدرها 2 مليون، والفائزين بالجائزة الأسبوعية وقيمتها 5 مليون، والفائز بالجائزة الشهرية وقيمتها 12 مليون. المتسابق سفيان نوري مهدي فزت بالجائزة الأسبوعية 5 ملايين دينار من شركة زين الكبرى على 4 4s و4 3/5s. أشكر شركة زين على هذه المسابقة الجميلة. المتسابق محمد عواد حزام من محافظة ذيقار فزت بالجائزة اليومية التي قدرها 2 مليون دينار عراقي بمسابقة زين الكبرى على الأرقام 4 4 4 4. من المتسابق عاشور حسن حنش من محافظة ميسان فزت بالجائزة اليومية 2 مليون دينار على 4 4. من المتسابق مهدي فاضل حمودي من محافظة بغداد فزت بالمسابقة 4 4 4. ونشكر شركة زين الرائدة في الشرق الأوسط على إتاحتنا الفرصة بالمشاركة بالمسابقة وفزت 2 مليون دينار عراقي. ألف مبروك الاسم. سويت على وحدة ربحت 12 مليون. ألف مبروك عليك. كم مرة سويت هاي العملية؟ ما شاء الله ما شاء الله. أنت ما سويتها لا جت 12 مليون. طب عندنا بعرف إيش تصير الآن. يروج لنا هاي باقي سويها 6. عادي يستاهل على وش راح سوي 12 مليون؟ الله ما نوم كارم حدنا. صرف الدولار سوي لك دفتر. على اسم علي خالد مهدي من محافظة صلاح الدين قضاء بلد، اشتركت في خدمة زين 4 4 4 بالرسائل وفزت بجائزة 12 مليون، ونشكر شركة زين.